نبيل محمد مسام الله يحفظه لما جاء بصراحة يعني غير أشياء كثيرة ما كنا نتخيل في يوم أنها تتغير بصراحة. فواحد من الأشياء اللي فتحت بصراحة موضوع المجال الرياضي، سهل بعض القوانين اللي كانت معقدة، أزال بعض العقبات، فتح المجال، وفتح المجال قدام الأندية أنها ما تكون أيضا فقط معتمدة على الدعم الحكومي. وقالوا بشكل واضح في الرؤية واضحة جدا أنه الأندية مع الوقت تبدأ تخصخص أو تجهز الخصخصة، وبعد ذلك خلاص تكون مستقلة مثل باقي الأندية في العالم. وحنا قادرين بإذن الله إذا فتح المجال وقاعد يسهل لكل المجالات أنه يكون أنديتنا قادرة أنها على الأقل تغطي جزء كبير من مصاريفها.